هل يحق للزوجة أن تخصم الأموال التي قامت بمساعدة زوجها بها قبل مماته من الميراث، مع العلم أن هذه الأموال من مصروفات البيت وليس من مالها الخاص؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الدكتور أحمد طه ريان، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن من ألطاف المولى جل علاه على بني الإنسان من الذكور والإناث أن جعلهما من أصل واحد. هذا الأصل أكرمه الله بأن خلقه بيده وأسجد له ملائكته وعلمه الأسماء كلها التي يحتاج إليها في حياته من باب التكريم ورفع القدر، ثم أباح له ثمرات الدلة وخيراتها يأخذ منها ما يشتهيه. لكن كل ذلك العطاء الرباني العظيم لم يحل دون شعور هذا الإنسان المكرم أن يستوحش وأنه في حاجة إلى أنيس من نفس خلقته ليخرجه من وحدته ويؤنسه من وحشته، فخلق له أنثى من ضلعه الأيسر الأقصر ورزقه من النسل الذي عمر الأرض وليجعل من هذا النسل الذكر والأنثى، وربط بينهما بالتزاوج وخلق فيهما الرغبة في التوحد حتى صارا كالشيء الواحد، حيث يقول جل شأنه: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، في سورة البقرة. ولتستمر هذه الوحدة والرغبة في حسن العشرة غرس في قلب كل منهما المودة والرحمة تجاه الآخر، حيث يقول جل شأنه في القرآن الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، في سورة الروم. هذه الرحمة إنما تظهر على أحد الطرفين تجاه الآخر في أوقات الشدة والابتلاء الذي يتعرض له أحد الطرفين في أي مرحلة من مراحل حياتهما. هذه الرحمة التي دفعت هذه الزوجة للإنفاق على زوجها المريض سواء في صورة دواء أو علاج أو غيرهما من الظروف التي تحيط بالإنسان في حالة المرض. هذه الأموال التي أنفقتها عليه كانت تقتطعها من نفقات الزوج التي كان يسلمها لزوجته في بداية كل شهر أو في بداية كل أسبوع أو في بداية كل عام. معنى ذلك أنها كانت لها خزنة في المنزل أو دفترا في البريد لتجميع هذه المبالغ الكثيرة التي أنفقتها على زوجها المريض خلال فترة مرضه. لذلك أقول: نعم، لا يحق لهذه الزوجة أن تطالب بما أنفقته على زوجها في مرضه إذا كان الحال كما جاء في سؤال المستمع، لأن هذه الأموال إذا كانت فعلا مقتطعة من نفقات المنزل فهي مملوكة للجميع الذين لهم حق في تركة الزوج المتوفى، إلا أن هذا الحكم لن يكون حقا إلا بشرطين: أحدهما أن هذه الزوجة ليس لها ملك خاص بها سواء كان إرثا أو هبة من أهلها أو من ذهبها الخاص الذي قدم لها كشبكة أو هبة من زوجها. الشرط الثاني ألا يكون الزوج قد أعطاها جزءا من ماله في حال صحته هبة منه لها. وبدون التحقق من هذين الشرطين فإن لها أن تأخذ من التركة ما أنفقته على علاج زوجها إذا أقسمت أنها حين إنفاقها لم تكن متبرعة لهذه النفقات، وإنما كانت عندها النية لترجع بها على زوجها حال شفائه أو ستأخذها من تركته بعد وفاته. هذا وبالله التوفيق.